كتابات كويتية لرواية عربية تحرز بجدارة جائزة دولية. تداول المستخدمون في وسائل التواصل الاجتماعي خبر تفوق الكاتب الكويتي عبد الله البصيص على كبار الأدباء العرب في معرض الشارجة الدولي للكتاب لعام 2017، وفوزه بجائزة أفضل كتاب عربي في مجال الرواية عن روايته طعم الذئب. البصيص قام بنشر مقطع للفيديو في حسابه الرسمي في تويتر يظهر لحظة إعلان فوزه، فبمشاعر ملأها الفخر والاعتزاز، المغردون قدموا له أسمى تهانيهم وتبريكاتهم، معبرين له عن فرحهم وسرورهم الشديدين، مشيدين باستحقاقه الفوز في خطوته التقدمية نحو العالمية. دعينا الله له بالمزيد من التقدم والازدهار في حياته المهنية.